بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فإننا نعالج اليوم قضية من القضايا، وهي من التهم التي وجهها ابن تيمية وأتباعه إلى أهل السنة والجماعة الأشعرية والماتريدية بشكل صارخ وفي كل مكان، والتهمة هي أنهم تأثروا باليونان وأخذوا من الفلاسفة، وأنهم قدموا أسلوب اليونان على أسلوب القرآن كما يلهجون بذلك، ولهم في ذلك مصنفات كثيرة في هذا الشأن. الآن سنأتي بمثال بارز لنبين من تأثر بالفلاسفة ومن لم يتأثر بالفلاسفة، وما هو التأثير الذي أخذه الأشعرية من الفلاسفة إن وجد هذا، وهل ابن تيمية نجا من الفلاسفة؟ هذه قضية اليوم. في كل مكان يقول أخذوا من الفلاسفة، تلاميذه يقولون الأشعرية والماتريدية والمعتزلة من قبل أخذوا من الفلاسفة. طيب الآن السؤال الذي يطرح نفسه، ماذا أخذوا من الفلاسفة؟ عدنا إلى الأشعرية، وعدنا إلى المنتصرين لهذا من الأشعرية، وهو الإمام الغزالي رحمه الله. أخذ المنطق فعلا، أخذه بعد أن هذبه تهذيبا كاملا، وأخذ منه ما يتقاطع فيه العقلاء، الذي هو وسيلة لتنظيم العملية الفكرية لا أكثر ولا أقل. كيف تكون استنتاجاتك صحيحة؟ كيف تقوم بالقياس؟ كيف تقوم بالاستقراء؟ كيف يكون الاستدلال العلمي المنطقي؟ أخذه الغزالي رحمه الله. ولكن ماذا فعل الغزالي بالفلاسفة؟ كل الدنيا تعلم أن الغزالي رحمه الله جلس وتصدى للفلسفة حتى فهمها فهما كاملا كأحسن أصحابها، وهو صاحب هذه النظرية، لا يحق لك أن ترد على قوم حتى تكون أعلم من أعلمهم في هذا، أو شيء من هذا القبيل. درس الفلسفة حتى فهمها جيدا، وألف مقاصد الفلاسفة كتاب له، حتى اجتمع الناس إليه، فلاسفة وغير فلاسفة، قالوا هذا عين ما نريد. حتى أوروبا لا تزال تصنف الإمام الغزالي رحمه الله على أنه من الفلاسفة، نظرا إلى كتاب هذا تهافت عفوا مقاصد الفلاسفة. بعد ذلك عاد فكر على الفلسفة بالبطلان من أولها إلى آخرها، وألف كتابه الشهير تهافت الفلاسفة، وخلص إلى نتيجة أن الفلاسفة هؤلاء خالفوا الوحي في مسائل أساسية ثلاثة، نظمها الناظم بعد ذلك بقوله بثلاثة كفر الفلاسفة العدا إذ أنكروها، وهي حقا مثبتة: علم بجزئي، حدوث عوالم، حشر لأجساد وكانت ميتة. بيّن هذا الغزالي واتبعته الأمة. جاء تلميذه الفخر الرازي، تلميذه بالواسطة ليس مباشرة، بينهما حوالي قرن من الزمان، فتبنى مدرسته، تبنى مذهبه، وفهم كتبه وحفظها، وانتصر بنفس الطريقة. إذن قام الأشعرية بدراسة فلسفة أرسطو، وبأخذ ما هو صحيح منها، ولا سيما المنطق وهو شيء قليل وهو آل الفهم. بعد تهذيب كبير جدا أخذوا حوالي 10 المنطق الأرسطي، الأورجانون الكبير قريب من 10 مجلدات، أخذوا 10 هذا في المقدمة التي ذكرها الغزالي في أكثر من كتاب، معيار العلم ونحوه. كفروا الفلاسفة، أخذوا طريقتهم لنقض مذهبهم، والمسألة الشهيرة التي سنأتي عليها بعد ذلك من المسائل الثلاثة، مسألة قدم العالم، وهل ابن تيمية فعل فعل الأشعرية في هذا؟ سننظر، والحكم يعني من يسمع ويشاهد. بعد أن انتشر مذهب الأشعرية في كل مكان وسيطر على الساحة العلمية الفكرية بعد ذلك بسنوات طويلة، جاء ابن تيمية وصار يقول: يا أشعرية، أنتم فعلتم كذا وأنتم كذا، وأنتم تأثرتم بالفلاسفة. أنا لا أتكلم عن الفلسفة التي هي في عقول إخواننا السلفية، عند السلفية كل شيء لا يفهمونه يسمونه فلسفة،
أي شيء في العقيدة ليست بعين الذات، ليست بغير الذات، هذه فلسفة. داخل العالم، خارج العالم، فلسفة. كل شيء لا يفهمونه يقولون فلسفة. لا أتكلم عن هذا، أتكلم عن الفلسفة المعروفة، عن الحكمة اليونانية، عن ولا سيما الفلسفة المشائية، فلسفة أرسطو أو بفروعها التي قبلها، سواء المشائية ولا التي قبل ذلك الرواقية أو السوفسطائية وكذا. هل تأثر الأشعرية بهذا؟ قلنا لكم ما هو التأثر، أخذ مناهج البحث الحيادية التي تصلح لتفسير كل فكر في المنطق. أما ذات الفلسفة نقضوها من الداخل، وعندنا الإمام الأكبر في هذا حجة الإسلام الغزالي ومن سار على نهجه. حينما جاء ابن تيمية ماذا فعل؟ أراد أن يجادل الأشعرية. كيف يجادل الأشعرية؟ المعتزلة حقيقة يقتربون في بعض المسائل أو في كثير من المسائل من الأشعرية، إنما مشكلة المعتزلة ما هي؟ في رد النصوص والتكلفات التي يعني تخالف اللغة وتخالف يعني واقع الشريعة. أراد أن يرد على الأشعرية، ولا سيما في الصفات التي أثبتها وسماها صفات، مثل ماذا؟ أن يكون الله مستويا، ها؟ جالسا جلوسا حقيقيا على عرشه تعالى الله تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فلإبراز هذه المسألة اعترضوا عليه بقضية: كيف تقول صفة لله وصفات الله قديمة؟ والاستواء فعل، الرحمن على العرش استوى، فلا بد أن يكون صفة عنده. قال لا. قالوا العرش حادث، إذا كان العرش حادثا فالصفة حادثة أيضا، لأنها مرتبطة بحادث، والملازم لحادث حادث. قال لا، العرش قديم. لم يصرح بالقدم، وسنأتي على المسألة هذه. قال ماذا؟ بحوادث لا أول لها، يعني هذا حادث مسبوق بحادث، والحادث مسبوق بحادث، لكن لا يوجد أول، يعني قال بالتسلسل الذي يصل حتما إلى قدم العالم، لأنه المادة قديمة ولكنها تتحول. فكل حادث، ويقول ماذا؟ حتى لا تعطل صفة الخلق لله سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى خالق دائما. طيب، يعني عند أهل العقل وعند أهل السنة وعند كذا، حسب النصوص الواردة في هذا، الله هو الأول والآخر، والله واجب الوجود وغيره ممكن الوجود. فكونه خالقا يعني من شأنه أن يخلق، يعني لم يستفد الخالقية من خلقه. على كل حال، جاء فتبنى هذا القول وانتصر له. ووجدنا حينما قرأنا كتب ابن تيمية ثم عدنا فقرأنا كتب ابن رشد، وجدنا بصمات ابن رشد الحفيد واضحة في كل ما يكتب ابن تيمية في رده على أهل السنة والجماعة. عد مثلا إلى كتاب درء تعارض العقل والنقل، بصمات ظاهرة جدا لكتاب المناهج لابن رشد، كذلك لفصل المقال، كذلك للتهافت، التهافت الذي رد به ابن رشد على الغزالي. طيب، عد إلى منهاج السنة النبوية. بعض الناس يظن أننا نتقول على ابن تيمية في هذا، ولا يعجبه الحقيقة، يعني بحثت أنا، فكل الناس، كل من قرأ لابن تيمية يعلم هذا جيدا. هناك شخص من أهل تونس، رجل يعني عنده شيء من الخلل لكن متفلسف، يعني هو رجل متفلسف يتبنى ابن تيمية. وجدته فيلسوفا كنت أظنه فقيها، وعند هؤلاء كلمة فقيه الشتيمة هذه، كنت أظنه فقيها فوجدته يعني فيلسوفا، فتبناه إذا هذا الفيلسوف العظيم، وعلى الأمة أن تأخذ بمنهجه. واحد من أهل تونس ينتصر لهذا ولو أكثر من كتاب في هذا الشأن. شيخنا الشيخ الإمام البوطي رحمه الله رد عليه في كتاب السلفية، لكن تلمس له، يعني قال وجدنا في بعض الأماكن يصرح بالحدوث، فيعني تأول كلامه على أحسن محامله، وقال لعله لم يمت على هذا، ويعني قال هذا كلام باطل لا يقبل وكفر صريح، لعله عاد خاصة في شرحه لحديث ألا كل شيء ما خلا الله باطل، فقال لعله يعني مات على منهج المسلمين في هذا الأمر. الشخص الثالث من المدرسة نفسها، المدرسة الحشوية الوهابية التي تتبنى مذهب ابن تيمية، وهو الألباني. الألباني في كتابه السلسلة الصحيحة في الجزء الأول صفحة 258 يقول باللفظ، وأقتطف بعض الأشياء التي قالها، يقول: وقد أطال ابن تيمية في الكلام في رده على الفلاسفة. على فكرة هو يظن أنه رد على الفلاسفة،
لم يكن يرد على الفلاسفه، كان يرد على اهل السنه والجماعه الاشعريه في رده على الفلاسفه، محاولا اثبات حدوث حوادث لا اول لها. من الذي يقول بحوادث لا اول لها؟ الاشعريه ام الفلاسفه؟ الفلاسفه. نعم. وجاء في اثناء ذلك بما تحار به العقول ولا تقبله اكثر القلوب، حتى اتهمه خصومه بمخلوقات لا أول لها. طيب، وبالقول، وأنه يقول ما مسبوق، ما من مخلوق إلا مسبوق بمخلوق قبله، وذلك يقول قول بتسلسل الحوادث إلى ما لا نهاية. ثم يقول الألباني: وهذا القول غير مقبول، بل هو مرفوض. وكنا نود أن لا يلج ابن تيمية هذا المولج، لأن الكلام فيه شبيه بالفلسفة وعلم الكلام. شبيه؟ لا، ليس شبيها بالفلسفة، هذا في عمق الفلسفة. هل هذا شبيه بالكلام؟ أبدا، بل هو ضد علم الكلام من أوله إلى آخرها. وسأقول ماذا فعل المتكلمون في هذه المسألة، وهي المسألة الكبرى التي يعيب علينا السلفية فيها أن الأشعرية خاضوا فيها هم الماتريدية، وهي مسألة العرض والجوهر. ما هو العرض والجوهر؟ الذي يعيبون صباح مساء العرض والجوهر، وهكذا شتائم، ونونية القحطاني شتائم مقذعة في أهل السنة الأشعرية لأنهم تكلموا في العرض والجوهر. ما هو العرض والجوهر؟ أرسطو، نعم، كبير فلاسفة المشائين، ماذا فعل؟ نظر إلى الموجودات التي في الدنيا، في المخلوقات، في عالم الشهادة، فوجدها جميعاً إما جسم له مكان في الفراغ، سماه الجوهر، يعني أصله الجوهر، وهذا إما جسم وإما صفات لهذا الجسم، من كم، كيف، مكان، زمان إلى آخره، تسعة أعراض لجوهر واحد. فالجسم له صفات تسعة، الجسم سماه الجوهر، وصفاته سماها ماذا؟ الأعراض التسعة. أخذ الأشعرية فعلا هذه النظرية، ولكن ماذا فعلوا بها؟ يعني أتمنى من إخواننا السلفية أن يفكروا بهدوء تام، وأن لا يتعجلوا، وأن لا يقلدوا تقليدا أعمى، لأن هذا يعني لا يغنيهم عند الله سبحانه وتعالى، لا ينجيهم يوم القيامة إذا يقلد تقليد أعمى. الله تعالى نهانا في آيات كثيرة عن التقليد الأعمى، اتباع الآباء والأجداد. ماذا فعل الأشعرية؟ قلت لكم ماذا فعل ابن تيمية، تبنى هذه المسألة بشدة لينقض بها مسألة قدم العالم التي هي عند الأشعرية. العالم حادث قطعا، لأن الله تعالى يقول وهو الأول والآخر. ابن تيمية يقول الأول، طيب ماشي، الأول بس فيه معه شيء. طيب في البخاري يقول كان الله ولا شيء معه، في الصحيح في ثلاث روايات كان الله ولا شيء قبله، كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء غيره. جاء ابن تيمية فرجح واحدة من الروايات على الثلاث، مع أن الجمع ممكن. الله ليس شيء قبله، وليس شيء معه، وليس شيء غيره سبحانه وتعالى في وقت من الأوقات، ثم خلق الخلق سبحانه وتعالى. ترك باقي الروايات مع صحتها وتسليمه بصحتها ليثبت، ألغى قضية كان الله ولا شيء معه، معنى ثابتة في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ حتى يثبت أن العالم هذا قديم، لتسلم له صفة قدم العرش. هكذا هذا فعله، ما فعل ابن تيمية. ماذا فعل الأشعرية؟ أخذوا هذه الأعراض التسعة مع الجوهر، فقالوا الجوهر لا ينفك عن عرض، والعرض لا ينفك عن جوهر، في بينهم تلازم. طيب خذ مثلا الحركة والسكون، وهي من الأعراض، يعني زمان. الحركة والسكون، الحركة، حركة بذاتها ليس زمان. الحركة، الحركة عرض، نعم. طيب الآن الحركة والسكون، كل جسم في الدنيا إما ساكن وإما متحرك. فالآن هذا الساكن الذي تحرك، ساكن تحرك، أو متحرك سكن. لنأخذ الساكن الذي تحرك، ساكن تحرك، إذا كان الحركة طرأت فهي حادثة. لماذا؟ لأنها طرأت. والسكون زال، إذا ما دام زال ليس قديما، إذا مخلوق، وكل ما جاز عليه العدم عليه قطعا يستحيل القدم. ما دام زال إذا هذا ليس قديما، ليس واجب الوجود، هو ممكن. إذا الذي ذهب زال فهو حادث، والذي حدث أيضا حادث لأنه طرأ.
طب ما النتيجه؟ لكن انا احاول ان اسهله. النتيجه ان هذا الجوهر ها الملازم للحركه او للسكون لواحد منهما لا محاله، هو ملازم لواحد منهما لا محاله، وكل منهما ثبت عندنا الان انه حادث. الذي ذهب لانه ذهب، والذي طرأ لانه طرأ، فالطروق والذهاب كلاهما من صفات الحوادث. طيب ثم ماذا؟ الخطوه الثانيه قال لكن هذا الجوهر، هذا الجسم لا ينفك عن واحد منهما، اما حركه واما سكون، فهو ملازم للحوادث لا محاله، وما لازم الحادث فهو حادث. فثبت عندهم بهذا ان العالم حادث. اذا نقضوا كلام الفلاسفه بناء على قواعد الفلاسفه، هذا ما فعله الاشعريه. وقرروا ان من يقول بقدم العالم كافر. اما الشيخ ابن تيميه غفر الله له ماذا فعل؟ اعتمد على الخصم الالد للاشعريه، ما هو من هو بن رشد، واخذ كلام الفلاسفه لكن لا يعزو، لا يقول قال ابن رشد، وهذه مشكله كبيره. يذكر صفحات طويله، والغريب يقول هذا اقرب المذاهب الى مذهب اهل السنه. من اهل السنه؟ اهل السنه الذين في عقله، ليس اهل السنه. اهل السنه ما قالوا بقدم العالم. الالباني راينا ماذا يقول، كان قسم من السلفية، كان يفهم القصة ويعلم أن هذا قول دخيل الإسلام، كان الألباني مثلا. أما المشكلة في من جاء بعد الألباني الآن، كلهم صاروا يسمون القول بقدم بالحوادث لا أول لها أنه قول السلف، وصارت كتب عديدة منشورة ورسائل تتحدث عن هذا الشيء على أنه مذهب السلف. يعني إذا ابن تيمية قال بكلمة مخالفة بها لكل أهل الإسلام وموافق بها للفلسفة اليونانية تسمى مذهب السلف، فالآن من الذي اتبع السلف؟ الذي أخذ العرض والجوهر وأحكام العرض السبعة ليثبت حدوث العالم بهذا فيكر على مذهب الفلاسفة ببطلان، أم الذي تبنى مذهبهم واستبطنه ليرد على أهل السنة والجماعة؟ يعني العرب تقول في المثل رمتني بدائها وانسلت، رمتني بدائها وانسلت، كيف تتهمني بشيء أنت غارق فيه؟ ومثل العام يقول ماذا؟ المثل العام يقول إذا كان بيتك من زجاج فلا تضرب بيوت الناس الحجارة، إذا كان بيتك من زجاج لا تضرب الناس بالحجر، يعني إن بني عمك فيهم رماح. طيب قضية أخرى يعيب على الأشعرية جداً اعتماد المنطق، وعبارته هو واصحابي واصحاب من صار ناجي ماذا من تمنطق فقد تزندق. طيب لماذا تدرسه انت؟ لماذا تدرسه انت يا ابن تيميه؟ قال لا انا درسته من اجل ان انقضه. يا سلام، ولماذا نحن لا يحق لنا ان ندرس من اجل ان ننقض؟ كيف تحل لنفسك ما تحرم على غيرك؟ ولا يزال هذا خفيا فيهم، لا يزال في السلفيه هذا. ابن باز يقرا المنطق على الأمين الشنقيطي وعند قومي هذا حرام لا يجوز قراءته. هذه يعني الظلامية في التفكير حقيقة مرفوضة عندنا، لا نقبلها. ليكن على شيء واضح جدا جدا، إما أن تمنعوا الناس جميعا من المنطق هذا حسن إذا كنتم متسقين مع مذهبكم، أو يسمح للناس جميعا بهذا. ثم قضية العرض والجوهر الذي بني عليها دليل التغير، وكل متغير حادث وكل حادث لا بد له من محدث، هذه أصلا الأشعرية ينازعون بشدة أن تكون من اليونان. يقول نعم إذا كان أرسطو قد قالها فعلا، فأرسطو مات يعني وجد بعد سيدنا إبراهيم بسنوات كثيرة، سيدنا إبراهيم في عصر النمرود بن كنعان، قبل ذلك يعني بينه وبين يعني سام بن نوح مسافة، يعني ليس سام بن نوح، نوح جاء بعد، عفوا سيدنا نوح قبل ابراهيم، فسيدنا ابراهيم يعني بينه وبين سيدنا نوح مسافه قريبه في الزمان، عده اجداد فقط بين نوح وابراهيم. وفي عصر النمرود بن كنعان ها ابراهيم كان يعيش. ابراهيم في مناظرته لاهل حران ماذا قال لهم؟ المناظره القرانيه المشهوره ما هي؟ فلما راى كوكبا قال هذا ربي، فلما افل قال لا احب الافلين. هذه المناظره الابراهيميه التي استدل من خلالها بأن المتغير حادث
وأن الحادث لا بد له من محدث. هذه المناظرة هي عين مسألة الجوهر والعرب والحركة والسكون التي تحدثنا عنها قبل قليل، وهي التي وصفها الله تعالى بعد أن انتهت هذه المناظرة بانتصار سيدنا إبراهيم. ماذا قال الله تعالى؟ وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. فالله سماها حجة إلهية. إذا أرسطو واحد من شخصين، خاصة أنه عاش بعد سيدنا إبراهيم، يعني وجد بعد سيدنا إبراهيم بقرون طويلة. فواحد من أمرين، إما أن يكون قد اكتشف شيئا سبقه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإما أن يكون تابع سيدنا إبراهيم، وكانت هذه القصة مشهورة في عصره. ففي الحالتين المسألة عندنا حكمة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الحكمة ضالة المؤمن، فأنا وجدها فهو أحق بها. الآن بعد هذا العرض، وأطلب من الإخوة الرد إذا كان عنده هناك رد علمي، أن يثبت عكس كلامي، أن ابن تيمية لا يقول بحوادث لا أول لها، ولن يستطيع، لأنه يصرع بهذا تصريحا مريحا في هذا، بالدليل أن المتأخرين من قومه تبعوه لكن تقليدا أعمى، أوائلهم رفضوا هذا. يعني بداية الفكر الدعوة الوهابية، والألباني يعد يعني قبل 30-40 سنة كتب هذا الكلام، هو نعم متأخر بالنسبة لابن تيمية، لكنه بالنسبة للدعوة الوهابية من أنشط الناس فيها. أوائلهم رفضوا هذا، أواخرهم الآن جعلوه قول السلف، وهذه مسألة خطيرة جدا. نحن نسير خلف تعصب أعمى سيؤدي بالناس إلى كارثة، أنهم يتبعون الناس تقليدا، سواء أخطأ وصاب على مبدأ الشاعر وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. ختاما أسأل الله تعالى لنا ولهم الهداية، وأسأل الله تعالى لنا ولهم التحرر من الأسبقيات الفكرية، وأن نكون موضوعيين في التفكير وفي البحث العلمي، بحيث نتعامل مع الحقيقة العلمية بشكل منهجي موضوعي، ولا يعني نقحم أفكارنا السابقة في مسار البحث العلمي. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.